الانتشار اللبناني وتواصله مع لبنان بتصور هي حياة وموت. إذا ما نجحنا فيها هيدي بتأثر مباشرة على استدامة لبنان. كلام النائب نعمت فريم جاء في سياق مشاركته الفعالة سنوياً بمؤتمر الطاقة الاغترابية وكونه من عرابي الانتشار اللبناني. موعد سنة الجاي رح يكون كتير مهم لأنه عيد المئوية الأولى للبنان رح تكون صرخة كتير كبيرة لأبناء لبنان بالعالم أنه لبنان بده يرجع يقوم ويقوم أحسن من مكان بالمئوية الأولى. المئوية الثانية رح يكون أحسن. على هالأساس بتمنى خير لهالمؤتمر هاليومين لكل مغترب رجع اليوم لكل منتشر عم يروح ويجي عطول. بدنا نقول له لبنان هو لألك، ما تخلي غيرك ياخده وانت تفل. التميز اللبناني هو اللي عمل الفرق. بدك تكون الأول بكل شيء بتعمله، وإذا بدك تسافر وتهاجر فكرة الهجرة انتهت. ما بقى في هجرة. بتسافر بتشتغل تعمل مستقبلك وبتضلك على تواصل مع بلدك وبتجي كل صيفية وبترجع بعدين تتقاعد ببلدك، وهيك بيكون لبنان عم يعمل رسالته للكون كله. المؤتمر الذي عقد على مدى 3 أيام شكل مساحة لقاء وتشبيك بين المشاركين المقيمين منهم والمغتربين، وخصصت ليلة للفن اللبناني تعرف من خلال المشاركون على الحرف اللبنانية وتشجعوا لدعم الصناعة الوطنية. Today we are changing physically our economy. We are trying to bring it back to the economy of Lebanon that we knew. A Lebanon that produces. A Lebanon that does not consume only. A Lebanon that creates value, real value. So we are at the crossroad of the transformational exercise. So for you to know, Lebanon is starting to look more and more like you. You, the successful Lebanese. This is why I see LDE growing every day more and more. Every year, especially this year, we're talking about 2,500 expatriates. ويعتبر كل لبناني سفير لوطنه إلى الخارج ومؤتمن على العودة لاستثمار مؤهلاته وتحقيق تطلعاته بوطنه الأم.